تبقى لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وهذه الحالة الفريدة التي أحدثتها ليس فقط في المجتمع الأهلاوي ولكن في مصر قاطبة مثار حديث واهتمام الجميع. بنعود إليكم بعد توقف عدة أيام لنواصل الحديث عن أبرز التعديلات التي تمت في هذه اللائحة التي انتهت بالفعل زي ما قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي في هذا التقرير، انتهت من إعدادها ويعكف الآن خبراء اللغة العربية على التدقيق اللغوي لتكون جاهزة لمجلس الإدارة لاعتمادها ومن ثم طرحها للسادة الأعضاء في شكلها النهائي. الشكل النهائي اللي تم الأخذ فيه الحقيقة بأكثر من 50 تعديل، إضافات، حذف، تعديلات كثيرة جدا، أكثر من 3000 مقترح وصلوا للجنة المركزية لإعداد اللائحة، مشاركة من كل أبناء النادي. حالة الحقيقة فريدة لا يعني تحدث ولا يقودها إلا النادي الأهلي بأعضائه أو عيلة الأهلي اللي دايما بتضم العاملين فيه وجمهوره ومسؤوليه وبالتأكيد الجمعية العمومية التي هي السلطة المؤسسة لهذا النادي العريق. النهاردة هنتكلم أو ضيفي في هذا اللقاء حضراتكم يعني تابعتونا خلال الأيام الماضية وكان فيه تنويه عن هذا الضيف وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة اللي بيوصفوا من العيار الثقيل لأنه ببساطة تربى أو نشأ منذ نعومة أظفاره على حب وعشق النادي الأهلي ولما لا، فهو ابن الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي الرئيس الأسطوري للنادي الأهلي، ثم تشرب الإدارة والخبرات المتراكبة أيضا مع عظماء النادي الأهلي صالح سليم وحسن حمدي وأخيرا كابتن محمود الخطيب و حفظ الألقاب للجميع ولهم كل التحية والتقدير في مجلس هو به أكبر الأعضاء سنا وبخبرات أيضا تراكمية. المهندس خالد مرتجي متحدثا عن لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي والكثير من الموضوعات الأخرى بالتأكيد. مرحبا بحضرتك يا باشمهندس، أهلا وسهلا. أهلا بك يا شريف وأهلا بالسادة المشاهدين، والحقيقة أنا مبسوط قوي إن أنا أكون يعني بقالي فترة كبيرة قوي مبتعد عن الإعلام وبقالي فترة ما جيتش قناة الأهلي الحقيقة، فأنا سعيد أن أنا أكون في وسط محبي النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي وكل من ينتمي لهذا الكيان العظيم. طيب باشمهندس، ممكن تقول لي إيه فلسفة الظهور الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي؟ لأنه أنا طبعا أعرفها لكن كتير من الجمهور ومن المتابعين بياخد على مجلس إدارة النادي الأهلي فكرة الصمت أو العمل دون الحديث من أن لآخر ودون الظهور الإعلامي الكثير لأعضاء مجلس الإدارة. إيه فلسفة الموضوع ده مع كابتن محمود الخطيب ومع المجلس؟ والله بص، هو تقدير لكرسي مجلس إدارة النادي الأهلي ومن يمثل الجمعية العمومية المحترمة للنادي الأهلي. النهاردة أنت كتر الظهور الإعلامي ده مش مطلوب، احنا بنظهر إعلاميا أما يبقى فيه قضية، أما يبقى فيه مطلب لازم نتكلم فيه، في الحالة دي بنظهر إعلاميا، وده اللي تربينا عليه وتعلمنا عليه من زمان. في متحدث رسمي، في مدير كورة، في متحدث باسم الكورة، في لجنة كورة، فكل واحد بيشتغل في الفريم في حدود مسؤولياته، وكتر الإعلام احنا مش موجودين في النادي الأهلي عشان نبان في الإعلام، احنا موجودين في النادي الأهلي عشان احنا أولا بنشرف ان احنا نكون أعضاء مجلس إدارة بنمثل جمعية عمومية محترمة. مطلوب مننا العمل وفقط العمل، وقت ما يبقى مطلوب مننا ان احنا نتحدث كأفراد حتى رئيس النادي ما تلاقيهوش بيطلع في الإعلام إلا في قضايا محددة وفي أوقات محددة بتبقى مطلوب الزور فيها في ذلك الوقت. رئيس النادي بيعمل لنا مشاكل اصلا لما بنتكلم عن الاعلام، ويعني الحقيقه بص عايز شغل بس يعني احنا الحقيقه اتعلمنا الكلام ده يعني. انا فاكر والدي رحمه الله عليه كان دايما يقول لي يا خالد النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي ولازم تنكر ذاتك، يعني انكار الذات اساس، يعني احنا عمرنا، ويمكن حسن حمدي علمني مع حفظ الالقاب علمني الموضوع ده، عمرنا ما نقول انا عملت، هو مجلس اداره النادي الاهلي عمل. صحيح، لان في الاخر كله بيصب، ما كله بينجح فبننجح مع بعض. صحيح. طيب على ذكر الفريق مرتجي وده جانب انت اتعلمته منه، ايه ماذا عن الكابتن صلاح سليم والكابتن حسن حمدي وصولا الكابتن الخطيب؟ يعني بص، يعني الكابتن صلاح سليم اتكلمت عنه يعني طبعا احنا ذكرى ميلاده كانت قبل ايام قليله. كابتن صلاح هو اسطوره، يعني الحقيقه اسطوره في الاداره، اسطوره في الدكتاتوريه المطلوبه. كان رجل صاحب قرار، كان رجل
اتعلم على يد مختار التتش اللي احنا نسميه التتش يعني اللي هو المدرس او فالحقيقه كابتن صالح يعني الكلام فيه طول. كابتن حسن حمدي يمكن انا عاشرته بقى كعضو مجلس اداره مع 10 سنين الحقيقه ده الراجل ده اتعلمت منه حاجات كتير. انا عمري ما شفت شخص يقدر يدير ازمه زي كابتن حسن حمدي الحقيقه ده علمني اتعلمت منه كتير قوي الحقيقه. انا كمان كنت محظوظ ان انا كنت دايما ببقى ملازمه في السفريات بتاعت لما هو كان بيبقى رئيس بعثه كنت دايما انا بطلع معاه. فالحقيقه اتعلمت منه يعني ازمات كتير قوي مرت علينا، ازمه بورسعيد، ازمه في ماتش في الجزائر، يعني الحقيقه كذا حاجه بشوف هذا الرجل كيف يدير ازمه الحقيقه منتهى الهدوء والعقلانيه منتهى الهدوء وما فيش تعصب ويكتب كل حاجه. والحقيقه كان رجل يعني انا بعتبره طبعا بالتاريخ والنتائج يعني هو اعظم ممثله اساطير في تاريخ النادي الاهلي لا شك. يعني لو كلمنا كنتائج يعني طبعا كابتن حسن حمدي نتائج هو يعتبر من احسن من ادار صحيح. النادي الاهلي واحسن بطولات وانجازات حصلت في خلال 10 سنين. هو يمكن كان 12 سنه بس الفتره من 2004 ما انا شرفت ان انا اخدهم في مجلس الاداره اللي هو كان يرأسه. الحقيقه الانجازات اللي حصلت في النادي الاهلي كانت غير مسبوقه يعني صحيح. فالحقيقه الكلام عليها طول. كابتن خطيب بقى ده اخويا الكبير ومتربين مع بعض وانا بعتبره يعني فاكهه يعني راجل يعني اتعلم هو كويس قوي كمان على ايد صالح سليم بحفظ الالقاب وكابتن حسن حمدي. فالنهارده كان بيدير المكتب التنفيذي 10 سنين اتعلم كويس قوي والحقيقه انا بشوف الكلام ده بيترجم على 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 مائده مجلس الاداره. فيعني الحقيقه هي اجيال بتسلم بعض يعني اجيال بتسلم بعض. كابتن محمود خطيب دايما يردد الكلمه دي والحقيقه انا دايما بحب استشهد بهذا الحوار اللي دار بيني وبينه. كنا في احد السفريات وبندردش فبيكلمني عن احلامه وعن طموحاته وعن رؤاه وعن البرنامج اللي وضعته في عيله الاهلي. فكابتن ده لو اتنفذ ان شاء الله تبقى حضرتك انجح رئيس في تاريخ النادي الاهلي. انزعج جدا وقال لي لا شريف احنا ما عندناش حاجه اسمها انجح واحسن بالزبط. احنا كلنا بنكمل بعض بالظبط. شوف اخلاق النادي الاهلي يعني شوف مثلا من ضمن اللائحه دي يعني النهارده احنا برنامج يعني قد ايه عايز اقول لك ان الخطيب يعني مع حفظ الالقاب منضبط. اما قلنا في برنامج عائله الاهلي ان اللائحه هتبقى في خلال سنه هو الحقيقه خد هذا الموضوع على عاتقه ان اللائحه لابد انها ترى النور قبل سنه من انتخاباتنا. النهارده احنا بنتكلم على 28 سبتمبر فانت بتتكلم احنا انتخبنا 1 ديسمبر او 1 يعني 30 يعني تسلمت العمل فعليا 10 ديسمبر بعد يعني وصول يعني بعد 10 اشهر جواب اللجنه الاولمبيه باعتماد نتيجه الجمعيه العموميه بالظبط. فانت بتتكلم في خلال 10 اشهر لان هو الحقيقه البرنامج عائله الاهلي هو الدستور اللي احنا كلنا ماشيين بيه. يعني عارف انت عاملين زي التلامذة كل واحد حاطط الملزمه تحت صحيح. تحت باطه وبيشوف ايه يعني الحاجات اللي وعدنا بيها الجمعيه العموميه. لانك انت لما تشوف الجمعيه العموميه النهارده ما يجي لك فوق ال 40,000 دايما الكابتن خطيب يقول لك ايه مسؤوليه كبيره قوي لما تشوف الست في عز الحر وكانت الزحمه كانت عامله ازاي وشايله طفله على ايديها وجايه عشان تنتخب قائمه محمود الخطيب. فالحقيقه ده حمل كبير قوي علينا وده بيترجم بقى من خلال انك انت تبقى رجل زي ما بيقولوا الانجليزي walk the talk يعني انت قلت حاجه لابد انها ايه تتنفس. انا بعتقد وصحح لي لو انا مخطئ باشمهندس خالد انه الكابتن محمود خطيب كمان ضاغط على نفسه زياده بسبب المسؤوليه دي. يعني اولا هو حريص على التواجد في النادي كل يوم من 9 صباحا الى ما شاء الله اجتماعات متتاليه عايز ينفذ بالظبط برنامج عيله الاهلي سواء في تطوير ومنشات النادي في الفرع الجديد في دعم النشاط الرياضي وفريق كره القدم في الحفاظ على حقوق النادي في موضوع الاستاد في موضوع اللائحه. شايف ان دي ميزه ولا عيب؟ يعني فكره انه الكابتن محمود الخطيب وضع نفسه ومجلس الاداره تحت ضغط رهيب بهذا الشكل في ظل ظروف الحقيقه انا شايف ان في تحديات كبيره جدا ورغم ذلك حدث انجاز خلال 9 شهور دون مجاملة ونشاتي مجروحة غير مسبوق. أنا محق ولا مخطئ في هذا الأمر؟ بص لو ما كانش كده ما يبقاش محمود الخطيب. يعني حتى محمود الخطيب أيام ما كان بيلعب كان بيتحس إن هو بيشيل الفرقة على كتفه يعني كان بيبقى مسؤوليته كبيرة يعني
محمود الخطيب شعبيته كبيره جدا، معبود الجماهير، لغايه النهارده انت بتشوف اطفال يعني ما حضروش حتى حاجه، لكن يجي ويتصور عليه، فده عيب كبير عليه ان هو ازاي يحافظ على اسمه، وفي نفس الوقت ازاي يحافظ على الكيان اللي هو اتربى فيه، النادي الاهلي. النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، ومنصب رئيس النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا. صحيح. انك انت تحافظ على هذا المنصب وتحافظ على هذا مبادئ ومثل وقيم النادي الاهلي في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها اليومين دول، دي عمليه صعبه جدا، فبالتالي هو واخد كل حاجه على اعصابه، بيضغط على نفسه جدا عشان هو بيحب، زي كده ما كان من اعظم لعيبه اللي جابها اللي جابتها الملاعب، هو عايز يعني يضيف فعلا حاجة للنادي، يضيف حاجه للنادي الاهلي، لان هو حاسس ان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واعضاء جمعيه العموميه النادي الاهلي لهم فضل كبير قوي على اسم محمود الخطيب بعد ربنا سبحانه وتعالى. طيب خلينا بقى ندخل في لائحه النظام الاساسي المشروع. كلنا لما مجلس اداره قرر في 12/8 دفع اللائحه للمناقشه بعد 8 شهور زي ما حضرتك تفضلت او 9 شهور، كان في تخوف وقلق ده احنا هنصوت عليها بعد شهر مش هنلحق. كان جايب الثقه دي منين كابتن محمود الخطيب؟ انت لسه بتقول لي قبل الهوا الحقيقه انها تحسب ليه طبعا، احنا كان كتير مننا عنده قلق يعني كلنا قلقانين يعني بدون يعني يمكن، لكن هو قال كده فكله شمر ونزل. صحيح. انا بس عايز ارجع قبل كده، النادي الاهلي يا شريف هو الرائد وهو الهرم الرابع، يعني وهو يعني اول من انشا مجله، اول من انشا قناه، النادي الاهلي هو الرائد. اما تيجي نبص نرجع في التسعينيات ايام الكابتن صالح سليم والمستشار محمود فهمي ربنا يديله الصحه، اللي هو يعني الحقيقه بنكن له كل حب واحترام، والراجل اللي شال موضوع اللائحه دي على كتفه وكان بي بي يعني بساعات طويله، اول من نادى بتغيير قانون الرياضه كان النادي الاهلي في التسعينيات ايام ما كان دكتور كمال الجنزوري ربنا يديه الصحه كان رئيس الوزراء. وانا لسه كنت صغير يعني ما كنتش كبير قوي، ما كنتش انفولفد قوي في النادي الاهلي، بس انا فاكر كنا كلنا بنتكلم ان لابد قانون الرياضه يتغير. فاللي حمل الموضوع تغيير قانون الرياضه ده كان النادي الاهلي، ويمكن المستشار محمود فهمي عمل قانون للرياضه. يا سلام. وراح اداه مشروع قدمته، مشروع وراح قدمه كان ايام الكابتن صالح رحمه الله عليه. نرجع بقى تاني ايام انا بقى ايام الكابتن حسن حمدي، انا شرفت ان انا اكون موجود في اللجنه 2010 2008 الاول. احنا كنا عايزين نغير اللائحه بتاعه، يعني ما ينفعش النهارده ان النادي الاهلي يبقى بيدار بلائحه مفروضه من الوزير، وكنا بنتكلم بالظبط. لا يعني كان في وقت من قبل قبل القانون وقبل اللائحه الاسترشاديه كنا محكومين باللائحه، ونادي مع حفظ النادي يعني الاهلي زي اي مركز شباب، فما كانش ينفع النادي الاهلي بعظمته بكيانه بجمهوره بالعابه بثقله يبقى هو بيدار بلائحه مفروضه من وزير، وكل على حسب اهواء. النهارده بكره الوزير مش مبسوط من 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 مجلس اداره النادي الاهلي يطلع يحله، لان كان موجود في اللائحه كده ان انا لو اي حاجه اجي حاجه. شفنا تضارب الحقيقه في السنوات الاخيره باستثناء الفتره اللي تولى فيها المهندس خالد عبد العزيز ما قبل، تضارب كبير في اللوائح الحقيقه كذا لائحه صدرت بالظبط. على وما انا بقول لك كل وزير بيجي بيحط لائحه على هواء، فبالتالي النادي الاهلي وشاركنا يمكن في 2011 بعد الثوره كان المهندس حسن صقر كان عامل ورشه، وكنت انا يمكن انا كابتن حسن كان عمل لجنه كانت برئاسه برضه المستشار محمود فهمي، وكنت بشرف ان انا اكون موجود فيها، وكان معايا يمكن زميلتي رانيا علواني، وكان معانا المستشار اسامه قنديل اللي هو الحقيقه عامل مجهود كبير قوي برضه. ما بينامش المستشار اسامه، هو المستشار علاء الحقيقه، وكان معانا كمان دكتور سعد شلبي، والحقيقه عملنا لائحه محترمه جدا، وكان النادي الاهلي سباق ان هو يعمل لائحه، وكنا يمكن خدنا اللائحه دي من برشلونه جبنا اللائحه بتاعت برشلونه، واحنا كان اياميها كنا عندنا علاقه كويسه ببرشلونه من ايام كنت انا في لجنه الانديه، وكان جوال لابورتا، وكنا يعني على علاقه كويسه، فكنا بنتكلم على الجزء ده لان حضرتك اعتقد مسؤول عن ملف العلاقات الخارجيه من قبل مجلس الاداره بشويه. فعملنا لائحه محترمه جدا ودعينا الجمعيه العموميه، والحقيقه وعدت اللائحه، لكن في ذلك الوقت الوزير لم يعتمد. شوف يعني انت متخيل انت عايز تمشي، لان احنا كنا اكتر ناس بالنادي تغيير قانون الرياضه، في نفس الوقت تغيير اللائحه علشان لابد من انك انت تعطي عضو الجمعيه العموميه مسؤوليته في ان هو يدير
ملفاته، يدير ناديه كيانه، فكيانه ما ينفعش يفرض عليك بحد. وكنا اكتر، ويمكن احنا تهاجمنا وقال لك بيلجأوا للجنه الاولمبيه الدوليه والاستقاء بالخارج والكلام ده كله، لكن شوف سبحان الله اللي احنا كنا بالنادي مين من التسعينيات بيطبق الان. ولازم نشكر الوزير خالد عبد العزيز ان هو بالرغم ان طبعا القانون فيه ثغرات كثيره، لكن الحقيقه الراجل عمل يعني فكره في حد ذاتها عظيمه، الفكره ان هو يغير القانون، فدي كانت حاجه تحسب له يعني. فالنهارده احنا عملنا ايه بقى؟ اللائحه قبل الانتخابات نفس المشكله في مجلس المهندس محمود طاهر بالظبط. اللائحه برضو راحت الجمعيه العموميه صوتت، لكن ده كان بعد القانون. المهندس محمود طاهر مشكور الحقيقه مع مجلس ادارته، عملوا لائحه كويسه، لكن للاسف الاجراءات بتاعتها كانت يمكن مخالفه طبقا للمواثيق الاولمبيه او طبقا للجنه الاولمبيه والجهه الاداريه في ذلك الوقت، فلم تعتمد. فاحنا عملنا ايه يا شريف؟ احنا جبنا اللائحه بتاعت الكابتن حسن حمدي اللي انا كنت بشرف ان انا اكون موجود في هذه اللجنه اللي عملتها، مع اللائحه بتاعت المهندس المحترم مجلس ادارته المهندس محمود طاهر، وخدنا يعني عملنا زي ايه؟ مزيج منها وشفنا ايه المناسب. واللي عملناه بقى متهيألي حاجه مسبوق يعني ده سبق، وانا بيحسب برضه للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، انك انت النهارده اي لائحه العضو الجمعيه بيروح يصوت في اي نادي اخر، يعني في اي نادي اخر انت بتدعوه للتصويت، لكن هو ممكن يبقى عنده 20 30 بند مش عاجبه و40 بند عاجبه، فيضطر يصوت، لكن هو في حاجات مش عاجباه. احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا حراك، عملنا بقت اكن الجمعيه العموميه بتصوت على بند، لانك انت النهارده اما حطيت اللائحة أو مشروع مسودة هذه اللائحة وطرحتها لعضو الجمعية العمومية، جالك أكتر من 3500 اقتراح، وغيرت أنت حوالي يمكن 31 مادة، ولغيت بعض المواد بناء عن طلبات عضو الجمعية العمومية. فبالتالي يا شريف أكن عضو الجمعية العمومية اللي هيروح يصوت يوم 28 ما بيصوتش على اللائحة ككل، ده بيصوت على مادة، ده أوريدي صوت على مادة وهيقول أو لأ. فهمتني انا قصدي؟ صحيح. فدي انا هو راجع اللائحه بالظبط وطلب تعديلات واستجيب لطلبه طالما انه كان في توافق مع القانون والميثاق الاولمبي كده. ففي النهايه الراجل لما بيروح يصوت عارف على اللائحه فهو موافق على كل بند، وهو شارك فيها يعني، بغض النظر انك انت يعني النهارده انت حتى المعارضه يعني حتى الناس يعني مش عايز اقول معارضه، حتى الناس اللي عندها تباين في وجهه نظر مختلفه يعني، مثلا الدكتور وليد الفيل، انا حضرت شفت الحوار اللي ما بينك وبينه، حاجه محترمه جدا. صحيح. هو ده النادي الاهلي يا باشمهندس، هو ده النادي الاهلي بالظبط. يعني انت النهارده بتقول انت بتعمل دستور النادي الاهلي اللي مش بتاعنا احنا، ده بتاع مستقبل النادي. يعني انا عايز اقول ان العضو الجمعيه العموميه اللي ان شاء الله هيروح يوم 28، وانا دايما براهن على عضو الجمعيه العموميه. صح. لان عضو الجمعيه العموميه في الوقت المظبوط بيظهر، يعني لو شفنا الانتخابات اللي فاتت جالنا فوق ال 40,000 واحد يصوت، دي معجزه في 10 ساعات. فانا بقول ان شاء الله باذن الله انا دايما براهن على عضو الجمعيه العموميه، لان هو النهارده بيستر تاريخ للنادي الاهلي. يعني انا عايز اقول اي حد هيشارك في هذا المحفل اللي بعتبره هيبقى عيد للاهلاويه سواء جماهير او اعضاء جمعيه عموميه، اللائحه دي انا لو انا اخدها كده واحطها عندي في الايه؟ في الدولاب. ما هتتوزع فعلا على علينا كاعضاء جمعيه عموميه بالظبط، يعني طبيعي ان الواحد ياخدها يعني عارف ازاي؟ انت بتتكلم على دستور مهم، دستور، وده كمان اللي بيعرف العضو داخل النادي حقوقه وواجباته ودوره والمسؤوليه اللي ملقاه على عاتقه. بص، لان احنا دايما بنقول يا باشمهندس خالد وعفوا عن مقاطعه حضرتك، انه عضو الجمعيه العموميه في النادي الاهلي وهذا الشرف العظيم بيمثل، ما بيمثلش نفسه ولا اسرته، ده بيمثل 10,000 في تقدير انه 10,000. انت بتتكلم على 70 مليون، بتتكلم على 70-80 مليون مصر بيشجعوا النادي بالظبط كده. فكل عضو في النادي الاهلي، كل صاحب صوت هو بيمثل 10,000. وده اللي احنا كنا بنقوله في الانتخابات لو تفتكر، احنا بنقول يا جماعه صوتك ب 1000 صوت. فالحقيقه يعني عضو الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي، انا افتكر دايما مقوله والدي كان يقولها رحمه الله عليه، عظمه مصر في النادي الاهلي. يا سلام. عظمه مصر في عضو الجمعيه العموميه، لان هو ده داخل النادي الاهلي. عظمه مصر في جمهور النادي الاهلي. ما هو ده الكيان اللي واقف صامد، وهو كمان مصدر السعاده، يعني ما زال محافظ على القيم والتقاليد الرائعه المصريه الاصيله، وكمان مصدر سعاده للمصريين كلهم مش بس للنادي الاهلي بالزبط. في الفتره الاخيره مش مهم، وربنا يكرمنا ان شاء الله، يعني عملنا نتيجه مرضيه امبارح، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي. هنتكلم عن الماتش والسلام والجمهور، من اللائحه صحيح من الجمهور
بص يعني في بند في اللائحه يتعلق بفكره تكوين روابط طبقا للقانون. بص يا شريف، هل هتفعله ده؟ انا عارف حضرتك كمان مطلع، يعني الكابتن الخطيب مكلف حضرتك بملف سواء اداره المباريات والتنظيم وعوده الجماهير، وده ملف شائك. لو بنتكلم عنه وتديني ملامح كده، يعني صحيح الجمهور مش هيصوت على اللائحه، لكن لازم يكون حاضر معانا، ده اهم عنصر في عيله الاهلي. بص يا شريف، الجمهور احنا ما في 2010 كنا رحنا عملنا زياره في بايرن ميونخ، وكنا يمكن عملنا بروتوكول تعاون، لكن للاسف جت كان حضرتك الكابتن الخطيب كنت لا كان كابتن حسن وكابتن خطيب وانا ورحنا وقعدنا معاهم يمكن يومين، وشفنا الناس دي بتعمل ايه. شفنا ان عندهم روابط من جوه النادي، من جوه بايرن ميونخ، وكان اللي ماسك الرابطه كان احد مش فاكر اسمه بالظبط، بس كان احد النجوم بتاعه، وكان حتى حارس مرمى بايرن ميونخ زمان. كان كل 20 بيعملوا رابطه. احنا بنقول احنا عايزين نعمل 150 تبقى رابطه من اعضاء النادي الاهلي، ودي تبقى النوايا اللي هي عايز اقول اللي هي بتوجه الجمهور. احنا يا شريف النادي الاهلي معروف، واحنا كمجلس اداره عارفين قيمه الجمهور. النادي الاهلي عارف يعني ايه جمهوره، زي ما بنقول جمهوره ده حماه، جمهوره هو الدرع والسيف. احنا في اشد الاحتياج لجمهور النادي الاهلي. احنا اكتر ناس كنا عايزين النادي الاهلي يلعب في استاد القاهره، ويمكن اول مباراه في افريقيا لعبنا في استاد القاهره منانة. وللاسف حصل بعض شغب من بعض الجماهير ادتنا نرجع تاني للمربع صفر. مربع صفر. لكن احنا برضو من خلال اتصالاتنا من اكبر واحد لاصغر واحد في المجلس عشان نرجع الاهلي وجمهور الاهلي، يعني عارفين قد ايه المعاناه وحجم المعاناه اللي كان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيعانيها ما بيروح برج العرب. احنا انا كنت بشوف بنفسي، يعني الحقيقه كانت معاناه فظيعه. لكن النهارده الجهات الامنيه ويشكروا في ذلك وافقوا ان النهارده الماتش الجاي الماتشات بتاعتنا تلعب في استاد السلام. مش عايز اقول ان استاد السلام هنلعب ب 10,000، لكن دي بدايه. انا كل اللي اتمناه ان يبقى البدايه بتاعتنا تبقى بدايه صح. عايزين نشجع الفرقه. الفرقه بتاعتنا اكتر وقت محتاجه جمهورها هو اليومين دول، فلازم الجمهور يبقى على قدر المسؤوليه، ولابد ان هو يشجع فرقته بس. ويمكن انا لو كلمتك كده عليا انا شخصيا، اتفضل، انا من اسعد اوقاتي اما ساعات بتواصل مع الجمهور من خلال الفيسبوك. يعني عندي الفيسبوك، عندي ساعات كده بقول ايه، انا حدي ساعه اقعد اتواصل مع الناس. مش قادر اقول لك دي بتبقى سعاده قد ايه. يمكن انا انتوا مش ممنوعين كاعضاء مجلس اداره من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا احنا بنتواصل في حدود يعني ما بنخشش احيانا. رئيس مجلس الاداره بيبقى منزعج من القصه دي، يعني لا بقى يعني انت بس عايز تحاول. بص انا 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 في مقوله من احد ال اقول لك الموسيقيين العالميين عنده جمهور كبير قوي، فكان لما يروح يعمل كونسرت او حاجه كان يقول، يعني بيقول للجمهور بالانجليزي كده، يقول له ايه، يو كان واتش مي، يو كان هير، يو كان هير مي، بات اي كان فيل يو. بمعنى انت ممكن تبقى شايفني، ممكن تبقى سامعني، بس انا حاسس بيك. يا سلام. صدقني من اول رئيس مجلس الاداره لاصغر واحد سواء سراج، مهند، جرحي حاسين بالجمهور بتاعنا وعارفين قيمه الجمهور بتاعنا طبعا. وما نقدرش نتاخر على الجمهور بتاعنا. طيب يعني شيء بالشيء يذكر، حضرتك قلت انه الاتصالات لم تتوقف. انا اول من امس يعني الحقيقه كنت شاهد، ورغم ان الكابتن محمود خطيب رجعت الام الظهر تاني يعني تهاجمه بسبب عدم راحته وعدم التزامه بالبرنامج، لكن الحقيقه كان عامل خليه ازمه، ومتواصل مع حضرتك ومع المدير التنفيذي، وتقريبا تواصل مع كل القيادات والاجهزه الامنيه، ونجحت الجهود في يعني انه وزاره الداخليه توافق زي ما حضرتك تفضلت على انه المباراه تتلعب في استاد السلام. صحيح بعد الجمهور اقل ان شاء الله يزيد ويكون في دعوات وجمهورنا يشرفنا، انما ده بيؤكد انه مجلس اداره النادي الاهلي بينظر دايما الى المصلحه العامه ومصلحه الفريق ومصلحه الجمهور. بس هو المهم زي ما حضرتك تفضلت يا باشمهندس خالد، الجمهور بقى مسؤوليه، يكون على مستوى المسؤوليه. آه مش عايزين ندي فرصه لانه احيانا في ناس بتندس، ما هي دي المشكله، لايذاء النادي الاهلي. بس انا اقول لك حاجه برضه، خلينا نتكلم. احنا الحمد لله النادي الاهلي، يمكن انا بشرف ان انا برقص لجنه معايا اساتذه، معايا زملائي طارق قنديل، ومعايا مهند، ومعايا محمد، دكتور محمد سراج الدين، ومعانا محمد مرجان طبعا المدير التنفيذي. عملنا سيستم محترم جدا ماشي في العالم كله، انك انت النهارده بتفتح تسجيل اونلاين، بتبقى عارف كل شخص دخل الـ 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 الماتش، حتى الضيف، يعني الـ النادي الضيف
انت بتدي بسيريال معين سيريال نمبر وبيبقى اونلاين، حتى الدعوات اونلاين مفيش واحد ما بيخشش الاستاد الا ما بتبقى عارف ده مين ان داخل الاستاد. في كاميرات بورتبل او يعني بتتحرك بتبقى محطوطه في الاماكن عشان ان كيس لا قدر الله لا قدر الله يحصل شغب بنقدر نجيب من يب، لان احنا مش في حمل النهارده. يعني يا شريف انا يعني من خلال وجودي كنت في لجنه في الاتحاد الدولي لمده يمكن 8 سنين ويمكن يعني عاشرت او 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 حضرت او كنت من ضمن المنظمين لخمس كؤوس عالم تحت 20 سنه. اي بطوله بتقاس نجاحها مش باللعب الحلو، بعدد الجماهير صح، بالناس اللي بتشاهد الماتش. لان النهارده الرياضه او كره القدم بقت صناعه. فعشان كده انا اللي انا عايز اقوله الجمهور ده اساس، الجمهور على دماغنا كلنا والفرقه اكتر وقت محتاجه هذا الجمهور. فارجو ان الجمهور يبقى على قدر المسؤوليه عشان ما يحرمش فرقته منه، لان الناس محتاجه فرقتنا والنادي الاهلي محتاج جمهورنا اليومين دول. جمهور الاهلي سيعبر عن عظمته مجددا ان شاء الله يا باشمهندس خالد. عايز ارجع للائحه لجنه الصياغه وفي تدقيق لغوي وما الى ذلك، ايه الاجراء اللي هتتبعه بعد كده يا باشمهندس خالد؟ مفيش، احنا طبعا اللائحه هتتطبع وهتتوزع وهتتحط يمكن قبل بثمان ايام هتتحط على او طبعا على المواقع كلها، على موقع النادي الاهلي، هتتعلق في النادي، هتتعلق في النادي بحيث ان يبقى الناس كلها شايفاها عشان يبقى عارفه. وزي ما قلت هو مش مجلس اداره اللي حط اللائحه دي، هو عضو جمعيه عموميه اللي حط اللائحه دي. فانا اتمنى ان يوم 28 يبقى عرس اعضاء الجمعيه العموميه بيسطروا دستور النادي الاهلي اللي هو ان شاء الله باذن الله هيبقى مكمل لاولادنا ولاحفادنا. وان شاء الله باذن الله، خلي بالك اللائحه دي شامله كل حاجه. يعني ولازم برضو يا شريف اتاتش بيس او اتكلم على لجنه الشباب ولجنه المراه، اللجان والورش العمل اللي اتعملت. يعني النهارده لجنه الشباب خدت خدت هذا الموضوع اللائحه ده على عاتقها، وكانت هي اللي هم موجودين، وكان في اكتر من بوث في الافرو وبيردوا على الاستفسارات وبيوزعوا وبياخدوا المقترحات وبيبعتوها. يعني الحقيقه انا شايف ان الورش العمل اللي اتعملت دي كانت حاجه برضو يعني غير مسبوقه. فالنادي الاهلي انا بقول ان هو النادي الاهلي يعني نادي كبير قوي، وفعلا الناس لازم تحظوا الخطى النادي الاهلي. فاللي انا عايز اقوله احنا عملنا، انا شايف ان موضوع اللائحه دي والحراك والفترة اللي فاتت دي أنا بقول درس لكل الأندية. وأنا هفكرك إن شاء الله بإذن الله أما لائحة النادي الأهلي ويجي لنا 20-25 ألف وإن شاء الله يصوتوا اللائحة، هذه اللائحة هتكون اللائحة الاسترشادية. أنا بص أنا دايما براهن على عضو الجمعية العمومية زي ما راهنا. بس مفيش نادي في مصر وصل للرقم ده، يعني كل الأندية مررت ب 15 ب 16. صدقني أنا النادي الأهلي محتاج 13 ألف حد أدنى. وأنا ماشي في النادي الأهلي بحس الناس قد إيه فخورة إنها كان ليها دور وليهم الحق. وأقول لك حاجة، المختلف قبل المؤيد، المعارض قبل المحب، ليهم دور في هذا الموضوع. فالناس فخورة إنها هي عملت الكلام ده. اما يجي لك اكتر من 3500 مقترح وانك انت تشيل حوالي 51 او تغير 51 بند وتبقى للمقترحات وتشيل بعض بنود ما كانتش عاجباهم وتبقى انك انت بتضيف ابواب بتضيف ابواب وحاط بالظبط. لا الحقيقه انا شايف ان ده يعني حاجه غير مسبوقه. وانا شايف ان زي ما قلت لك النادي الاهلي هو دايما الاستاذ والناس تمشي وراه. حتى شوف احترام النادي الاهلي للمؤسسات المهندس خالد مرتجي، فكره زياره اللجنه الاولمبيه. يعني بس ايه، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود خطيب لم يكتفي مثلا بارسال جواب رقيق مع عده نسخ من مشروع اللائحه للمهندس هشام حطب استاذ الافاضل اعضاء الجمعيه، لكن لا قام بزياره وبرفقته. حضرتك كنت موجود؟ لا انا كنت موجود في زيارته. بص يا شريف، ما ينفعش النادي الاهلي بقيمته وبكيانه وبكبريائه يعمل حاجه تترفض. صحيح، ما ينفعش. فاحنا دايما بنخش الابواب او بنخش المكان من بابه. فالنهارده وجود او ان احنا زيارتنا للجنه الاولمبيه برئاسه المهندس هشام حطب، ان احنا داخلين ببابنا بنقول لك احنا طبقا لقانون الرياضه الجديد وطبقا لكل الاعراف الاولمبيه والميثاق الاولمبي، اللجنه الاولمبيه هي المسؤوله عن الرياضه في الاماكن في يعني في اي رياضات
على الامبريلا بتاعت وهي اللي هتعتمد الجمعيه العموميه سواء معادها او نتيجتها. فانت النهارده انت رحت لهم وهم من ضمن الحاجات مثلا اللي لغوها موضوع الموضوع التعيين، يعني احنا كنا حاطين التعيين وموضوع المراه. النهارده احنا كان كابتن خطيب يمكن حتى في ايام الحمله الانتخابيه ايام برنامج عائله الاهلي كان بيقول انا نفسي اشوف اكتر من سيده في مجلس اداره، فما كان حاطط سيده بالتعيين عشان يبقى مؤكد ان هي في واحده، هم قالوا لا ما ينفعش تميز الست عن ده مخالف الدستور ولا ده مخالف بالظبط كده. ولذلك يمكن اتلغت حته التعيين. فالحقيقه موضوع الثمان سنين يعني برضو اللجنه الاولمبيه ما كانتش مرحبه بذلك، لكن الغاء الثمان سنين كان مينلي من اعضاء النادي بالرغم من انا بقول برضو محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان مصر وهو اللي اصر على هذا البند يتحط على الرئاسه. فالحقيقه الحراك اللي حصل ورش العمل اللي اتعملت، وجود الدكتور فاروق العقده اتكلم على الاستثمار النهارده، لائحه النادي الاهلي بتحفظ حق عضو الجمعيه العموميه وحق النادي الاهلي في الاستثمار. انك انت لما تبقى شركه يعني ايه الحصه الحاكمه، وانك انت تبقى عندك 51% وممكن تبقى عندك اقل في حاجات صغيره لكن تبقى انت الحصه الحاكمه. ففي حاجات كتير قوي، موضوع الـ ورشه الشباب، ورشه المراه، طلعوا مقترحات هايله يعني في برنامج يعني الحقيقه كل مواد وبنود شؤون العضويه باشمهندس خالد كان في مشاكل كتير جدا. شوف انا بعتقد هذه اعظم لائحه بتعطي للزوجه والمطلقه والمراه خليك معايا يعني هي حافظت على البنت بنت النادي وحافظت على الزوجه وحافظت على المطلقه ومش وربنا ما يبعد حافظت على الارمله. انا فكل ده الانديه هتحصل حذو المواد دي فدي برضو بيقول لك قد ايه اهتمام لائحه النادي الاهلي واهتمام مجلس الاداره وبرنامج عائله الاهلي بالمراه، يعني اهتمام عائله برنامج عائله الاهلي بالشباب. النهارده الشباب هو اللي كان بيحرك اللائحه والمراه ذوي الاحتياجات الخاصه الرواد النهارده او كبار السن استثنوا من حاجات كتير قوي. يعني الحقيقه هي راعت كل الاطياف وراعت كل الـ 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 يعني من هو ينتمي او من هو عضو الجمعيه العموميه. في خطاب من الكابتن محمود الخطيب لكثير من اساتذتنا النقاد الرياضيين وكبار الكتاب والرموز مجلس مجالس الادارات السابقه رؤساء الانديه السابقه مع مشروع، وارجوكم شاركونا، والناس شاركت طبعًا. شيء فعلا غير مسبوق باشمهندس خالد. والله الحقيقه انا شايف انا يعني الحقيقه انا فخور ان انا موجود، ودستور النادي الاهلي يعني بيستر، وان شاء الله باذن الله يعني زي ما قلت يبقى عرس يوم 28 سبتمبر، وزي ما قلنا كده ايه انزل عشان النادي الاهلي. انزل عشان النادي الاهلي، وحضرتك بتراهن على أنا كياسة دايماً وذكاء ووعي الجمعيه العموميه، وعلى ثقه ان هم إن شاء الله يعني هيتوجهوا في حشود صوب الجزيره يوم 28 سبتمبر. وخلي وبرضه انا يمكن عايز اطمن اعضاء الجمعيه، ويمكن بتهيألي محمد مرجان يبقى هيبقى له حلقه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يقدم لنا بقى تصور كامل للاداره التنفيذيه هتعمل ايه بالزبط. عشان راحه الاعضاء، عشان اليوم ده يبقى فعلا عرس زي ما حضرتك تفضلت. بعض الناس متخوفه عشان الانتخابات اللي فاتت كان فيها بعض الزحام شويه وكده، عدد كبير لكن احنا بنتكلم على هيبقى يعني في حاجه معموله مظبوط، الجراجات اللي اتاخدت سواء في الاوبرا او مركز شباب الجزيره، جراج التحرير نفسه وجراج التحرير، جراج المحافظه اللي قدام العرب، الاوتوبيسات الفاخره اللي هتنقل من مدينه نصر ومن الشيخ زايد. الحقيقه اللائحه ما سابتش حد، حتى اعضاء العاملين يعني عضو الشيخ زايد، عضو العضو العامل في النادي الاهلي، يعني كل واحد ادت حقوق للناس كلها، حتى موضوع الاربع سنين. يعني النهارده لما نيجي نتكلم على انا فاكر في حته موضوع الشيخ زايد وكانوا زعلانين وبتاع ان هو المجلس استجاب الكابتن على الهواء بعد ما خد رايكم خلاها الحقيقة. بقت اربع سنين. النهارده انت لما تيجي تبص على الشيخ زايد انت عندك 7000 تقريبا عضو في الشيخ زايد، في ثلاثه رفعوا عضويه، في ثلاثه وانتهت مشكلته، انتهت مشكلته عضو ميت نصر، وانا باكد لاعضاء مدينه نصر عضو عامل وعضو اصلي، ده مفيش عضو اصلي ونادي مدينه نصر هيعامل معامله الاصل. فانا عايز اطمن الناس كلها مفيش حد هيفتح فرع في مدينه نصر ولا ياخد عضويات ولا كلام ده. موضوع العضويه الشرفيه، موضوع العضويه التبادليه اتلغت تماما. يعني فاهم يعني في حاجات كده، بعض الحاجات كانت قلقه الناس لا، والحقيقه انه كمان الكابتن محمود الخطيب كان حريص مش بس لتطمين اهل مدينه نصر، لا فكره انه زي ما حضرتك تفضلت اهل مدينه نصر يعامل معامله الاصل. صحيح انت بيبقى ليك مقر واحد علشان العنوان الالكتروني والبريد طبقا للقانون وللمثال، وبالرغم انك يعني انت برضو من ضمن الحاجات انك
انت لو لا قدر الله مثلا المقر كان فيه افرض يعني حتى في حصل مشكله في المقر في اليوم ما قدرتش تعمل فيه انتخابات، ممكن تعملها في مقر تاني بس لابد او في مكان تاني او فرع لابد يكون في نفس المحافظه، نفس المحافظه بتاعه المقر. يمكن انا غلطت لما قلت لك العضويه التبادليه، لا انا بتكلم على العضويه الشرفيه. العضويه الشرفيه عشان تقدر تعمل حاجه زي دي لابد انك انت ترجع للجمعيه العموميه. عشان كده اذا كان في اي مانع انه الانتخابات او انعقاد الجمعيات العموميه في المقر الجزيره في المقر الرئيسي ممكن تعملها في مدينه نصر، ممكن تعملها في التجمع. يعني مطروحه. لكن طبعا الاساس اي انتخابات بتحصل في الاصل. الاصل تاريخ. تاريخ النادي الاهلي هو بس اللائحه عالجت برضه لا قدر الله في حاله عدم قدرتي، عندي مقر تاني او فرع تاني له نفس الحقوق اللي هو مدينه نصر بيعامل معامله ودي قفلت الحقيقه الابواب مزبوط. كلها وما خلتش اي حد متفائل. مش متخيل يعني الفتره الجايه للنادي الاهلي بشكل أنا عام شوف. يعني يمكن من تاريخ خدمتي في النادي الاهلي في العشر سنين من 2004 ل 2014 متهيألي نجاحات المجلس عملها في ذلك الوقت والانتصارات بتديني دايما ابقى متفائل. انا بطبعي كخالد مرتجي رجل متفائل ومتفائل. خلي بالك يا شريف، المبادئ قبل البطولات. صحيح. يعني النهارده النادي الاهلي هيظل الكيان المؤسسي الناجح الرائد بجمهوره بجمعيات العموميه بكل من ينتمي للنادي الاهلي مهما انت خسرت بطوله او واتفر، لكن المبادئ والكيان ده عمره ما هيزول. صحيح. واحنا كلنا زائلين ويبقى كيان النادي الاهلي. يبقى اني اضم صوتي لصوت حضرتك للساده اعضاء الجمعيه العموميه ان يتوجهوا يوم 28 سبتمبر ان شاء الله. مش حد يكسل، ما نتوكلش، ما نقولش لا الناس هتنزل. كل صوت مهم جدا، حتى زي ما قدمنا للمجتمع المصري كله نموذج محترم في الحوار المجتمعي وفي اعداد اللائحه، نقدم كمان نموذج محترم في الاقبال على التصويت للائحه. انا بشكرك، انا شرفتني، اشكرك ويعني انا مقدر جدا ان حضرتك كنت عايز تطلع معانا قبل السفر واجلت سفرك، تروح وترجع لنا بالف سلامه في خلال 4-5 ايام ان شاء الله. انت حريص انك تكون موجود طبعا. حتى اعضاء المجلس اللي هيسافروا رؤساء بعثات كله ارجى اسفاره الى ما بعد 28 سبتمبر، فلا صوت يعلو فوق صوت لائحه النظام الاساسي. اخر حاجه نقول ايه؟ انزل عشان خاطر النادي الاهلي، انزل عشان خاطر النادي الاهلي. وده افضل ختام ممكن نختم بيه مع المهندس خالد مرتجي. انزل علشان خاطر النادي الاهلي. نشوف هذا التقرير ثم اترككم مع زميلي العزيز الكابتن خالد العوض. في الاهلي الليله كل الاخبار والكواليس، لكن خليني اقول لك ان فقره المهندس خالد مرتجي وزير خارجيه النادي الاهلي هتكون فقره مميزه جدا. وبعدين شفنا استجابه كبيره جدا لطلبات الاعضاء والاقتراحات والتعديل اللي حصل في اللائحه، فان شاء الله موضوع اللائحة ده الواحد شايفه موضوع إيجابي بشكل كبير جدا، شايف فيه مجهود كبير من أعضاء النادي قبل مجلس الإدارة. الكل عنده الحرص، الكل عنده الشغف، الكل عايز يخدم ناديه بشكل كبير جدا، وأعتقد واضح من المناقشات، واضح من الشغل يا محمد. بالفعل زميلي إيهاب، لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي فيها اقتراحات كثيرة، وعدد الاقتراحات وصلت إلى 4000 مقترح خلال الفترة الأخيرة، مشاركة إيجابية وحراك اجتماعي كبير جدا من كل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. عموما مش هنتطرق كتير لحديث في اللائحة، لأن بالتأكيد الأستاذ شريف فؤاد عنده تفاصيل كثيرة في هذه الفقرة مع المهندس خالد مرتجي، لكن سريعا